إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تثري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين. الصواري كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة. الصواري الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواخذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها. الصواري بدأنا هلا مع السمك بدن، نعم. حتى السناوية السناديق النوع هذا اللي الحين موجود، نعم. قليل مشي معنا، نعم. بدأنا هواري مع يعني السمك، نعم. وبعدين دخلنا في الأبوام، نعم. عمل الأبوام كبار، نعم. يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن، بدن، نعم. الصواري إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. إخراج حبيب بن عبد الله حبيب. الصواري بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم برنامج صواري الذي يتحدث عن التاريخ البحري العماني. اليوم نحن في ولاية خصب لنتحدث مع أحد رواد البحر، وهو الوالد العزيز عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل الجزمي، ليحدثنا عن تاريخ البحري ورحلاته البحرية التي كانت إلى عدة أماكن من المحيط الهندي. أهلا وسهلا بك الوالد في هذا اللقاء، نتشرف اليوم بلقائك. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. الوالد، لو تقولنا من البداية، يعني متى بدأت السفر وكم كان سنك يعني في تلك الفترة؟ أنا 12 سنة كذا. نعم. أول في الأربعينات. نعم، من في الأربعينات من القرن الماضي. أيوة. نعم. سافر من هنا. نعم. البوت لمحمد دومي أحمد كمال. نعم. يعني سافرت في سفينة الجلبوت. جلبوت. نعم. نأخذنا عبيد. نعم. سافرنا من هنا خصب عن عمانين نهرين. نعم. وهم تمر. نعم. باو التمر سمك يابس، سمك عمومة. يعني انت طلعتوا من هنا كان عندكم تمر، اخذتوا تمر. تمر هذا نفرين عمانيين يعني من خصب. من خصب. نعم. فعنا بكم دار وشنا السمك وعمومة هذا ودينا الى مسقط. نعم، يعني انتوا اخذتوا اشتريتوا السمك من كمزار واخذتوا الى مسقط. الى مسقط. نعم. نزلنا في مسقط وتمينا كتاب عشرة ايام نمونا
خصنا نفرين مع راس خيمة. يعني جلستوا في مسقط تقريبا 10 أيام؟ 10 أيام. نعم. وهذنا وصلنا على راس خيمة نفرين. نعم. تجار اشتروا تمر من محمل. نعم. ثانية من مسقط أيضا اشتريت تمر. تمر هذا كان هذا بوشهري. نعم. التمر. نعم. وياب اشترى عند الجماعة هذا. نعم. حملنا تقريبا 1800 غلة. نعم. 1800 غلة من التمر. التمر هذا البصري. نعم. وسافرنا. نعم. سافرنا ما جينا على طب نصور. نعم. وجينا مصيرة. نعم. وطفنا مصيرة. في صور ومصيرة كنتوا تجلسوا ولا تمروا على لا مر بس الطايفين. نعم. جينا طفنا مصيرة جينا قبع حشيش هذا. نعم. أصدقون أبغى شيء قبل يصدقهم هذا. نعم. انطلعنا الحلس على المحمل. نعم. ودبرنا شفنا بدن شخط الشنعد. نعم. حيادر. يعني توقف البدن معكم في المنطقة؟ ما توقف معنا بشاع وشي. نعم. مبوط الحلس. نعم. خلاص بقى. نعم. يعني بدن. نعم. شخط جاذب الجاذب. نعم. نوصلنا إلى رأس مدركة. يعني شافكم البدن كنتوا محتاجين مساعدة واخذكم يعني ساعدنا. نعم. ودينا راس المدركة. نعم. فأعطينا 20 ربية. نعم. وأعطينا قال التمر. نعم. وفرحانين وهم إنها فرحانين الحمد لله. في سفن عصور هناك. نعم. وهتبع السلطان يقول صفن السلطان وبقية مال الجماعة عصور يولينا عصر ونزلنا الدقل. نعم. وبالبكر الصبح يوم أساتيد نفرين لتصليح السفينة يعني تصليح الفلس هذا. نعم. يوم قصوا من الدستور دستور قصوا من الدستور سوينا شخاصة هذا. نعم. يحط هذا الدقل قال التجار له هذا شخص ضعيف ما يركب ما يستوي ما. نعم. ما نقبل. نعم. شو نسوي معنا حط بغي يبنى الدستور هذا سوينا دقل. نعم. دستور هذا مقصود هذا سوينا دقل. نعم. وخدموا هالفلس هذا وسافرنا إلى كوريا موريا حلانيات جزر الحلانيات حلانيات كوريا موريا. نعم. هنا سادح ما دشينا. نعم. هنا دسلنا عمرنا إلى مرباط. نعم. طرحنا في المرباط عشتنا 10 يوم دار حط الفلس نزلت في مرباط جلست نزلت فوق 12 يوم ثم في مرباط 12 يوم وحصلنا المسجد نصلي ونركب الخن. نعم. اللي وصول خشب على الصور يبين بصر يبين تمر. نعم. وصول هناك رحنا اللي قلنا والله عندنا فلس منبط وحصبة نحصل. نعم. قالوا عندنا حصبة كم 200 ربية ربية دول يعني اشتريتوا الخشب على اساس تصلحوا السفينه. السفينه هذا فلس مال محمد عطفي دقل هذا. نعم. وجابوا بالبكر اساتيد وخدموا الحطبه اشترينا عنهم وسووا فلس دقل اول بقصينا من الدراع من تحت. نعم. عدل تمامه خلينا تمينا تمام كملنا. الاساتيد كانوا من مرباط اللي صار الاساتيد عصور من هالصور السفن هذا من هالصور عصور. نعم. سافرنا من مرباط جينا سدح ما جينا صلاله. نعم. طفر تمينا طفر 3 يوم موج هناك ازيب بندر ماكو شيء. نعم. سدح جينا هناك بعد منطقه دمكوت يا دم بعد شنو هناك بعد حاره عبيد. نعم. ورحنا إلى وين آخر بعد التمر نزلنا إلى قفزان. قفزان مطرف 4 ليل منا قفزان وهذاك للمهرة للعدن. نعم. وصلت منطقة المهرة هناك. منطقة مهرة طبنا. نعم. هناك قفزان اسمه قفزان في الشيخ محمد بن سعد. نعم. تمينا 4-5 أيام نزلنا كل التمر باعه. هو كان نروح عدن ما رحنا رجعنا حملنا عبرية من قفزان وغيضة وما غيضة وينا قبل نوصل ضربة علي اسمها ضربة علي ما بين منطقة سلطنة ومنطقة المهرة. نعم. اسمها ضربة علي هنا. ضربة علي. نعم. ايوه نعم. وضربنا هواء بلات هواء. نعم. 3 أيام بريح صرحنا بغرات ثنين على الصدر وخلينا
القلص مالنا غاص بالتفر. نعم. ثلاثة ما كل ماكو ريح. سفن سفن أبو مين حملي تصلي من ساحوت المهارة. نعم. هذاك راح وغرقوا غرقوا. ريح شديدة كان. ريح ضربة شيء بلات ما بلات هناك ضربة يضرب بلات. ودبرنا هنا طرحنا هنا وهذاك راحوا راحوا. هنا هنا انتوا كنتوا في طريقكم للعوده العوده نرجع 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 ما تواصلوا انتوا العاده ما تواصلوا الى افريقيا بس هذا اخر لا اخر اخر مكان اذا وصلنا قفزان رجعنا دائما كذا رحلاتكم البحريه قفزان هذا يروح لعند عدن هذا يروح للسواحل يروح للسواحل الجماعه تجون من المرباط عبرون لسقطره سقطرة. سبق وسافرت إلى أفريقيا ولا آخر مكان؟ لا خالد وصلت أنا. نعم. هناك بعد سفن ثاني يروحون سقطرة. نعم. سقطرة يروحون للسواحل. نعم. زنجبار بمباسة دار هذا يروحون منك. زنجبار. السفن اللي كانت تطلع من مسندم من خصب وبخا كانت توصل لأفريقيا؟ كل مكان يروح. أبو مكان. البطران هذا بطران السفن. نعم. روح السواحل حمل شندل منك. نعم. جندل من بمبات خشب حطب جندل نعم. مال البيت جندل نعم جندل اللي وصلنا هناك رجعنا رجعنا يمكن 65 نفر عبري محملي نعم من اليمن من لا لا مهرة 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 منطقة المهرة نعم. مهرة من القفزان يجوز منك كلهم مطوف سلطنة ضرب علي منك كله المهارة نعم قفزان غيضة مغيضة ومنك المهارة يروح هناك بعد اسمه ذاك سقطرة هذا جزيرة بحر لعدن نعم من اليمن لما تنقلوهم تنقلوهم إلى وين يعني هذا باغين للكويت هذا نعم يريد الكويت نعم باغين للكويت حملناه من هناك نعم صارنا مشاكل بيننا وبينهم فوق 60 نفر كلهم ناكل لا ماي لا اكل نعم كثير جينا مرباط ركبنا معنا واحد العصور نعم جينا رجعنا جينا مقدركه وهذا ناويين مصيرة من 8 ايام في مصيرة خورية وقفتوا عن الريح يعني الريح نعم مصيرة طلعنا من مصيرة هنا وين الدقمة هذه منطقة أشاخر الدقم والأشخر أشخر و هنا ليه الصور صور نزلنا على الصور الصور وطلعنا من الصور بعدين هنا طيب قال هذا قريات هذا نعم هنا طيب قال هذا قريات وهني قالوا صار هوا دوق هوا ماكو محمل ما يروح لي قالوا نزلونا إيه يقول روح مسكة مشي تبغى مسكة قال 65 نفر هذا نزلناهم ما راحوا إلى مسقط نزلوا من السفينة للبر في قريات في قريات نعم وأطول الجبل البر نعم قبل يومين ثلاثة أيام هنا مسكت يونا هناك هنا هناك حصلنا سفينتين مع البي اللي جت أول مكاين طه 30 نعم مكاين طه صرنا لنشين هنا قلنا أنا عبرية يبغون دبي نعم ما قلنا هم الكويت قلنا يبغون دبي هناك راحوا دبروا أمارهم نعم الريال كم قروش فرنسية 18 قرش 18 قرش الأجرة أجرة الجر كل واحد مش الشخص هذا نعم نولة 18 ريال نعم. ريال فرنسي هذاك اليوم ريال بيتين نعم. ونص من اليمن إلى من مرباط ولي كنا وصلنا هاي القرية نزلناهم جو مسكت يوم جاء مسكت حصلنا هذا السفن اثنين نعم. كل واحد 30 نفر واحد 35 نفر ركبوا وياهم هذين ركبوا هناك يوم لدبي هذين نعم يعني من مسكت تمينا كم يوم تمينا مدة كم يوم وحصلنا بقى واحد من شارجة سمع عيسى ونولنا من الشارجة حملنا طحين وبر وما بر هذا جايبنا جايبنا السواحل له ما دم وين حملهم هذه بضاعة يعني تأخذ تبيعوها تجارية هذا نعم. ما يجيبون حملنا هناك جينا من هناك جينا يومين تمينا في دبا
بيعه. وبعدين جينا لخصه بني ضربنا هوا بعدين عدلينا عبرنا هذاك البر. احنا وين لارك بر ايران شمال ما شاء الله. وتمينا 8 ايام في لارك وبثمان ايام طلعنا سهوا وخا جينا عبرنا خصب. تمينا بخصب 4-5 ايام وكملنا في الجماعه. وذاك التمر ماشي بخصب نعم يوعه. سافرنا الى دبي خدنا 8 ايام لدبي في السفينه. السفينه رحنا دبي ونزلنا في دبي وقمنا سافرنا من دبي الصبح عدنا الصبح وعدنا العصر الى خصب في يوم واحد. هواء والم شمال يعني رحتوا في 8 ايام ورجعتوا في يوم واحد. يوم واحد ما شاء الله. تمينا بخصاب تمينا. انا صرت مريض ما سافرت انا صرت ثاني. خالي سافر يوم حطوا لنا خذ واحد غير ورجعنا نرجعهم. نعم. سنة ثانية كان سافر وياهم بعد. نعم. احنا لين احنا للبصرة. نعم. خذنا من هنا للعشار بصرة عشار. نعم. 40 يوم 40 يوم تومي روح بحر نجي البر روح بحر نجي البر. السفر من هنا إلى البصرة أخذته 40 يوم. 40 يوم ما شاء الله. وإيش كنتوا ماخذين من هنا للبصرة؟ إيش البضاعة اللي تأخذها؟ خالي هنا راح خالي السفينة خالية ما فيها خالي. نعم. بصرة حصلنا النول تمر. نعم. في عشار داخل بصرة عشار داخل. نعم. حملنا لوين؟ لبلاور للهند. الهند نعم. من تسار بيت صار بيت من صار بيت من قلتين منهم من قلتين نعم. من عشر من قلتين سون. حملنا تمر طلعنا يد هذا ويانا أحمد. نعم. أحمد ضربنا هواء شمال لين وصلنا جد خرج قبل أن توصلوا الهند. لا لا بعد هن بطالين بس أول أول ما طلعتم البصرة طالين. نعم. بالليل وصلنا الصليل ضربنا هواء رد ضربنا كوس مطلعي واو الدنيا قيامة نرمي من التمر بحر. رميتوا التمر في البحر أثناء الريح. ريك موج من تفر 120 قال لي رمينا بحر وعطينا شرع دخلنا يعني وعصرنا خور بصرة طحنا بالخور تمينا الخور بصرة 6 ايام 7 ايام. نعم. أقوم 7 ايام يعني الشهوب صغير تحت المحمل يا ولد حملنا كل خسارة تمر البحر رميت ترمي وين من هناك هنا هنا من هناك ساحوا الشمال 3 ايام وصلنا خصب ما شاء الله. البطل اللي هني 3 ايام كنتوا رايحين 40 يوم ورجعتوا 3 ايام سبحان الله. تمنا هني في 10 ايام سافرنا للهند. خذنا من إلى كراشي ترى بس 16 يوم 14 يوم ورحنا خور ميان رحنا كله وصلنا لبلاور الهند. نعم. صرت لبلاور تمينا كم يوم ونزلنا التمر ما التمر تمينا بلاور صار حريقة بعد في بلاور 5 زفارات ما تم من الهنود. نعم. تخصفين غير كان في بترول سيارة السيجارة بق البترول. خمسة فرضا يماتوا عنهم هناك تمينة 10-12 يوم حملنا بصل. نعم. حملنا بصل تقريبا 1200 يونية جبنا لوين؟ لكراشي. نعم. باكستان رجعنا للكراشي ونزلنا بكراشي تمينا 5 ايام 4 ايام بعد من كراشي سافرنا. وين رحتوا؟ جينا لين لخصب جينا لمسقط وخذ 10-12 يوم وصلنا مسقط تمينا في مسقط 6-7 ايام حصلنا لوميابس من مسقط. مسقط اللوميابين من الصحم مريتوا عليه صحم ولا لا من مسقط؟ مسقط ما طرح اشتريته من مسقط. مسقط للتاجر هذا ايران تاجر عوضيين هذا وين يبغى التمر اللومي يقول له بندر عباس. نعم. سافر من هناك لبندر عباس نزلنا في بندر وقم بندر خلصنا جينا خصب. نعم. شهر كان شهر 5 أول طيح بمصر. نعم. وطفي معنا هنا بعده. نعم شهر 5. نعم. بداية القيض يعني
من هذا القيض. تمينا خصم علينا محمل فوق. قال ياصمنا البحر ياخذ بي والوليد يعطوا 70 ربية و 50 ربية نص السهم نص القلاطة. نعم. زين. هذا الأجر. هذا الأجر. عندي قصيدة مال صلالة. قول قصيدة قول قصيدة قول نعم تفضل. هذا أول بنبدي. يا ما بودي يا ستار يا وصل الجود يا ربي صلح شاني كان طول عدنا يينا صلالة وين حسن والحالة والنوم وبالسهران حتى النوم ما جاني ما شاء الله يينا مرباط ضرب 50 مخباط كلمة بكلمة ما عاد أحمل لساني فيهم مقراوي فيهم جافع يخاف فيهم كثيرين وأنا قبل في لساني ما شاء الله يا ما بودي يا ستار يا وصل الجود يا ربي صلح شاني إن النوس ما يحتاج ربان في مانة الله ودار السود العيان إن صوقر من صوقر عادي وينتخ مدركة بها السق بدواني في مانة الله ودار السود العيان إن مصيرة ولا هوري ولا طيرة وإن مصيرة قلنا واصخ وبالسلامة والحي ينظر الحي ينظر الثاني إن شاخر وإن عودة باخر أفرح فادي ويا من ضرط جعلاني ما شاء الله. هنا راس الحج. نعم. وبترمى على قوش دايماني في مانة الله ودور السدلة. هنا الصور ما شريت محصور شورة تقلب ويوم نظر نظر ثاني. ما شاء الله. عندي عويله من مرباط مرباط الصيرة وقاص مزداد كل حدا نص فنجاني. هنا شاخر. هذا باخر فادي بطجاني. هنا صور يا مشيرت محصور هنا قريات أهل بلا بلا طيبي ولا قلات ولا قريات وما مسكت مسكت يعني هنا بواطن هنا محلب موطن والعين شوفي ونظري صاح لعمالي ما شاء الله وتعلي وقبض رأس الإجبالي ينتخ سلامة وعلى الصدر والكاني ثنا فارس لنا هو تارس من طم الجيش كله بار إيراني ما شاء الله ثنا خارج ما يحتاج رباني أنا بصرة بها الشط الفرادي يروي كل عطشاني ما شاء الله صرنا الكويت والستح ماشي بيت عند المقنطر وتنزل مكراني في مانة الله ودار السود العياني عند أولاه من مربط للصيرة وقصب الزادك لحد النصف يعني يا معبود يا ستار يا وصل جو يا ربي صلح شاني كان طول عدناني في مانة الله ودار السود العياني وسلامتكم بارك الله فيك الشيخ ما شاء الله كل المدن اللي مريت عليها قلتها في القصيدة الجميلة هذه يعني قلت انك واحد هنا سيد عمي في مرباط نعم عنده يجي بسمك دخل السفينة نقطة شوية تمر وغني عن يهال عن الطبل وغني فيه ما شاء الله جميلة جدا هذه رحلاتكم هذه رحلات انا انت ما وصلت افريقيا انت في رحلاتك الجبال ما وصلت ما وصلت بس كان رحلاتك في عمان داخل عمان ولليمن وللهند
وداخل الخليج. ايوه الخليج داخل كنت تروح الكويت للبصرة. كنت تروح البصرة. البصرة الكويت ما كنت تروح بالفترة دي. قبل رحنا الكويت بالخمسينات رحت اول صار الكويت رحت الكويت. نعم تميت 4 سنوات جيت عرست. نعم ما شاء الله. اذا انت استمريت في رحلات البحر كم سنة تقريبا؟ سنتين سافرت بعدين رحت الكويت وجيتني في اللنجات الصغير من دبي لاني سافرت اخيرا زين صار طبعا خصب. نعم بعدها صارت لنج جاب ماجد صور لنج. نعم في الحكومية الداخلية. ايوه سافرت وياهم. احنا وين؟ احنا مصيرة وإذنا والي محمود. نعم وإيش كانت رحلتكم تجارة ولا وإيش كانت؟ لا بالحكومية. حكومية. نودي من الجيش للصور لمصيرة نودي ميبم. يعني أنت اشتغلت في العسكرية كانت سفينة؟ الداخلية. نعم سفينة الداخلية. سفينة الداخلية. نعم. من أول ثمانينات باعوا السفينة تغير من دبي. نعم. شمال دبي من خليفة ذاك قليطان. إذا أنت بداية الشيخ أنت بداية رحلاتك البحر كنت صغير أول لما كنت تسافر تروح فيها اليمن وتروح فيها الهند وكذا بس سنتين فقط ولا كم سنة؟ سنتين بس أول سافرت البحر وبعدين خلاص توقفت وكنت تسافر داخل الخليج في الكويت. في الكويت في سفينة صغيرة يعني الكويت أنا باخرة نروح وفي باخرة لكن معلي سنان معلي. نعم وكان عملكم بس داخل الخليج يعني داخل الخليج من الكويت الخصب الكويت الخصب بس. نعم البصرة البصرة احنا للعشار حملنا تمر هذا للهند. الشيخ مشكور على اللقاء هذا الطيب وعلى هذا الوقت وعلى الذكريات الجميلة اللي كنت يعني قضيتها في البحر وفي السفر وأيضا القصيدة الجميلة. نشكر الوالد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل الجزمي من ولاية خصب أحد رواد البحر الذين سافروا في رحلات بحرية تجارية خلال القرن الماضي. شكرا جزيلا لك شكرا على هذا اللقاء وشكرا على هذا الوقت الجميل وشكرا أحبتي المستمعين على المتابعة وإلى اللقاء بكم قريبا إن شاء الله والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون ويا أساطيل فلك ساقها قدر تثري الحضارات في شتى الميادين ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين الصواري إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. إخراج حبيب بن عبد الله حبيب الصواري. في طريق الخير.